الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. الأستاذ مصطفى نيلي كاتب عربي مغربي، أنا كتبت كتبا شتى في الآداب والعلوم الإنسانية، ويسرني ويهجني أن تنتقل محطة كمحطتكم من مجال إفريقيا التفاهات والمجاعات إلى الأفق العالمي والحرب. تعلمون أن الرئيس كروتشيف من أصل أوكراني، لأن أيام الاتحاد السوفيتي كيجمعوا عددا من شعوب أوروبا الشرقية ومن آسيا، وكانت حتى الآن بعد أن استرجعت أوكرانيا حريتها وأرادت أن تلتحق بالحلف الأطلسي مخافة أن تبتلعها روسيا، لأن الغرب يعتبر روسيا آسيا، لا يعتبرها جزءا من أوروبا، يعتبرهم ديزازياتيك، وديزازياتيك بالنسبة للأوروبيين والأوروبيين شيء متخلف بالنسبة للعقلية الأوروبية. روسيا ترفض أن يمارس عليها الوعي الوصاية عن طريق احتلال أوكرانيا بالتحاقها إلى الحلف الأطلسي. الآن الصراع، نخشى أن يحتدم هذا العراق إلى مجال حربي وترتفع الأسعار، بذلك القمح أوكرانيا تصدر القمح إلى المغرب، كذلك روسيا وأمريكا وكندا، بحيث في أوروبا استطاعوا أن في أمريكا في الخمسينات استطاعوا أن ينتجوا محصول زراعي مرتين في السنة. المحصول الزراعي يحتصل عليه في أمريكا مرتين بفضل العلم، بري نوبل. نتمنى أن يحضر البصيرة والوعي وأن يرتبط وعينا، أن نخرج من إفريقيا وننتقل إلى آفاق عالمية. لا نريد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إنما هو صراع مصالح. حيثما وجدت روسيا مصلحتها فإنها ستستمر في خطتها الهجومية. فالعالم كامل كيشاف على الموضوع هذا، لا سيما الناس اللي مهتمين بشأن سياسي ترقب كيتسناو واش فعلا روسيا غادي تقصف أوكرانيا. علاش العالم كيتابع هذا الشيء؟ لحقاش كاين بزاف ديال المصالح مشتركة ما بين روسيا وأوكرانيا، أمريكا القوى العظمى اللي من بينهم روسيا وأمريكا. حنا كشعب مغربي معنيين بهذا الشيء، لحقاش غتاثر العلاقه ديالنا لا سيما مع دوله اوكرانيا، لحقاش هي كتصدر لينا لا سيما القمح والمواد الزراعيه. عندنا ايضا مصالح مشتركه مع الدوله الروسيه. اذا العالم كامل كيتابع كما قلت لك بترقب هذا الموضوع هذا، وحنا كنتسناو كاملين. الشعب الاوكراني مؤخرا خرج في مظاهرات، ما بغاوش هذا الصراع هذا يكون، لحقاش هما عارفين بلي روسيا هي واحد القوه ما بين القوى العالميه اللي كاينه، دونك هاد الحرب هادي ما غاديش تكون في الصالح ولا في المصلحه ديالهم. وكنتمنوا الخير للبلدين، والمهم ما تنظرش للمصالح ديال المملكه المغربيه في هادشي. وشكرا. بالنسبه لي انا كمتبع لهاد الاحداث هادو اللي واقعين دابا، وبحكم انني كندخل بزاف في السوشيال ميديا، يعني هاد الموضوع دابا شاغل بزاف في السوشيال ميديا، واللي بزاف فيه ما يتقال، يعني واخا نقدروا نهضروا عليه بزاف وما عندناش زعما افكار بزاف اش غنفيدوا، ولكن داكشي زعما اللي كنسمعوا ان كاينه واحد الحرب غتنوض ما بين روسيا واوكرانيا، اللي بواحد الاسباب غامضه باقي لحد الان حنا ما عارفينش كيفاش، ولكن كيقولوا بلي راه كاينه وتقدر توقع. وانا اللي زعما الفكره اللي واخد من هذا الموضوع هذا بلي المتضررين من هذا الشيء هما الطلبه الاوكران المغاربه اللي كيقراوا في اوكرانيا، على مستوى مثلا زعما الطلاب في الطب، على مستوى الصحي اللي كيقراوا في اوكرانيا، وهذا ما كان بغينا شي زعما يتقاد فهمتيني، وتحول المغرب فهمتيني، ولقاو شي حل للاوكرانيا فهمتيني، لقاو شي حل اللي غادي. كيفاش هذا الحل اللي غيلقاو المغرب مثلا؟ طالبه فهمتيني، و طلبه اللي فهمتيني خصهم اقرب وقت يديروا شي حل، باش فهمتيني باش ما يتسرعش هذا الشيء ويكبر. هذا ما كان. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.